السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم رسلان. مع كيفية وتدبيرة جديدة اليوم، اللي هي كيفية الاحتفاظ بالأكياس. كيفاش ننظموا الأكياس ونحيوا هذيك الفوضى تاعها؟ بزاف منا اللي يحتفظوا بالأكياس في كيس واحد. اليوم جبت لكم طريقة هايلة، وفي نفس الوقت تعطيك منظر باهي لوين راح تحتفظي. أنا وش عندي هنا كأشياء راح نستعملها؟ عندي العلبة تاع الحليب، حليب الابن تاعي كانت خلصت، حكمت الغطاء نتاعو ونحيت منها جزء في الأعلى بالمقص. عندي هنايا يعني هذو كاختيارات. عندي هذا الكيس الخاص بمناديل المبللة بلانجات، وعندي هذه العلبة. العلبة هذه تاع الحلوة اللي قدموها في الأعراس، تنحيها تقدري تديري لها ثقب هنايا كما درت أنا. يعني هذه الطريقه وهذه الطريقه كيف كيف، والا تستعملي غير هذه العلبه اللي تجي لداخل هكا. انا راح نستعملها هكا والكيس هذا والعلبه. نعطي لكم الطرق وانتم اللي عجبتكم وساعدتكم ديروها. نبداو بسم الله. انا فضلت هذا الكيس على علبه الحلوه لانه فيها هذا الغطاء اللي يتغلق، راح يساعدني في يعني في الحفاظ على الاكياس. وش نديرو؟ نجيبو الاكياس تاعنا عادي وهما هكا عادي. وش ندير؟ نبدا ندخلهم يعني عشوائيا. هذه هي اسهل طريقه يعني في الاحتفاظ بالاكياس. نبدا ندخلها ونخلي هذا الجزء، ونزيد نجيب كيس واحد اخر ونحاول اني ندخله في هذاك هكا، ونكمل ندخلها هكا حتى نكملهم هنايا. من بعد كي تكملي تخليها عفوا تدخلي وتكملي، تحطي هذا الجزء تخليه على برا وتغلقي. بهذا الشكل راح تحتفظي بالاكياس تاعكم وتحطيه في اي بلاصه تحبي انتيا. راح نعطيكم الطريقه اللي تقدري تخرجي بها. كي تخرجي الكيس تاعك راح يخرج اللي معاه بكل سهوله. هاي ليك، نزيد لكم، نزيد ناحيه وحده. هاي ليك حتى نتكملي. طريقة سهلة باش تحتفظي بها وفي نفس الوقت باش تجبدي الكيس تاعك. ننتقلوا للطريقة الثانية، واللي هي نجيبوا هذه نحطوها على جنب، نجيبوا الأكياس تاعنا ونبداو نطبقوهم. هنا عندك زوج أشكال تاع اللي تحبي تطبقيهم يعني تاع التطبيقة. أول شيء تعدي الكيس تاعك، هنا نطويه على اثنين، نطويه على اثنين بهذا الشكل. من بعد نزيد بهذه الطريقة. هنايا تحبي ديريهم على شكل صنصة هكا حتى تكملي. من بعد كي توصلي للأخير تحكمي هذا الجزء وتدخليه هنا، وبهذا الشكل راح تطبق لك يطبق لك الكيس تاعك. هاوليك من بعد تحطيهم هنايا، راح نكملهم. بالنسبة للتطبيقة الثانية نفس الشيء، نطويها على زوج بعد على ثلاثة. من بعد وش ندير؟ نطبقها هكا على أربعة. هكا كيف كيف، وديريها نفس الطريقة يعني تحطيهم هكا ورا بعض. كي تحتاجي تجبدي. هاوليك الشكل الثاني. هنا راح نروحوا للطريقة الثالثة والأخيرة. نفس الشيء راح نديرها كيما في الطريقة اللي سبقت هذه. راح نحاول اني نوجدهم كامل هكا، نطبقهم كامل هكا. هنا نبدا نعدلهم. كيفاش الطريقه؟ راح نبدا نلوي هكا، وكي نوصل هنا للاخير راح نزيد نحط
الكيس الموالي، هكا حتى نكملها كامل. بعد ما طويتهم راح نبدا نعدلهم. كيفاش الطريقه؟ راح كيما راكم تشوفوا نبدا نديرهم وكانه حربوش. من بعد كي نوصل للاخير تاع الكيس نزيد نحط كيس واحد اخر هكا، ونزيد ندور حتى نوصل للاخير هكا، نزيد نحط الكيس حتى نكملهم كامل. هكا كي نكمل نروليهم كامل كيما راكم تشوفوا فيهم راهم طبقات. هنا واش ندير؟ نلوح الاصبع تاعي في الاسفل ونخرج على الاعلى كيما راكم تشوفوا، راهو خرج لي اول كيس بديت به. واش ندير؟ راح نحطو هنايا، عندي غير شويه اكياس، اذا لو كان كانوا عندي بزاف راح تجي احسن. راح نخرجهم هكا ونجيب الغطاء هذا اللي كنت وجدته، هاوليك واجد. كي نجبد راح يخرج لي بالكيس هكا حتى نكملهم، هاوليك. هنا درت فتحه كبيره على بها راني نشد فيها. هذه هي الطريقه الاولى الاخيره، هذه هي طريقه الترتيب والاحتفاظ بالاكياس. انا في الحقيقه معتمده هذه الطريقه لانها اسهل طريقه فيهم. ان شاء الله تجربوها، وان شاء الله يكون لإعجابكم الفيديو التدبيره تاع اليوم. واللي مازال ما شاركتش نقول لك اشتركي وفعلي الجرس، واللي عجبها الفيديو دير جيم على الفيديو. والى اللقاء مع وصفات وفيديوهات جديده ان شاء الله.